السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية. في هذا الفيديو سنتحدث حول طريقة تحويل ملف PDF إلى الإكسل. عندنا هذا الملف ونريد تحويله إلى ملف الإكسل، طبعا بدون استخدام المواقع أو برامج أخرى. نبدأ على بركة الله، نقوم بإغلاق ملف PDF، هذا هو الملف، ثم نقوم بفتح ملف الوورد، ويجب أن يكون الإصدار أكثر من 2013. نقوم بسحب ملف PDF إلى ملف الوورد المفتوح، ثم نقوم بالضغط على موافق وننتظر قليلا. يتم تحويل ملف PDF إلى الوورد، نقوم بالضغط على Ctrl A، يتم تظليل الجدول بشكل كامل، ثم Ctrl C أو نسخ الجدول، ثم نذهب إلى صفحة الإكسل ونقوم بالضغط على Ctrl V أو لصق. نلاحظ أن الجدول قد تم تحويله إلى ملف الإكسل. كما تلاحظون، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.